أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، رمضان كريم عامر بالطاعة والرضا. نرحب بكم على الدوام لتكونوا شركائنا في صنع هذه الليلة الرمضانية من ليالي بلقيس، وإن شاء الله تكون أحوالكم بخير وسلام أنتم وزميلتنا فنان. أبشرك يا سالم، الحال سالم بفضل ربي والنوايا السليمة، العمر فسحة والليالي غنايم، والعافية يا سالم أكبر غنيمة. العافية يا فنان أكبر غنيمة، صدقتي وصدق الشاعر. لذلك أحبائنا انتبهوا لأنفسكم، كورونا لا يرحم كما يقال، لا تخلوه يتغلب عليكم وأنتم قادرين على أن تقاوموا بأقل الإمكانيات المتاحة. فعلا التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو حتى لف شال إذا لم تتوفر لك الكمامات، النظافة أولا وأخيرا، لا تروح أماكن مختلطة، وقفوا زيارات العزاءات والزواجات، لكن لا توقفوا المشاركة في ليالي بلقيس ومتابعتها. إذن نسأل السلامة للجميع ونرجع لليالي بلقيس المليئة بالحماس والجوائز ومعلومات أيضا وروحانية بصحبة رفقتنا الرائعين. نعم، سعداء برفقة الفنانين والموسيقيين، وهو الفنان ورد مغربي وأيضا أسامة بدوي وحازم حمادية وعازف الناي أيوب جان. ليالينا بكم مشاهدينا أجمل وعامرة باللحن الشجي والموسيقى الراقية والألغام الناعية. إذن تقول عيسى وقد وافيت مبتهلا لحجا، وبانت ذرى الأعلام من عدني، أمنتهى الأرض يا هذا تريد بنا؟ فقلت كلا ولكن منتهى اليمني. هكذا ابتهل الأقدمون وهم يمضون صوب عدن. وها نحن في ليلة من ليالي بلقيس نقترب من البوابة الأقدم والأعرق في تاريخ الجزيرة العربية، ميناء عدن وحارسته الأبدية قلعة صيرة. صيرة التي وقفت بوجه الغزاة وكسرت أطماعهم وأناخت ظلالها على العشاق وحرست أحلامهم. لنتابع التقرير. قلعة صيرة بنيت في هذا المكان الشامخ منذ القرن الحادي عشر الميلادي. القلعة واحدة من المواقع الأثرية الشهيرة في عدن، بل هي جزء من تاريخ المدينة وبحرها. هي دالة على قدرة البناء العسكري لدى الأجيال السابقة. تحدد إحدى المرويات تاريخ بناء قلعة صيرة في العام 1173، وهي مروية من مرويات أخرى لكنها الأقرب للصواب. يقف هذا الموقع العسكري على جزيرة بركانية تقع بالقرب من ميناء عدن. أدى هذا البناء العالي والمتماسك أدواراً عسكرية في التاريخ، حتى صار رمزاً تاريخياً للمدينة، فقد صمد أمام الهجمات المتتالية للبرتغاليين والأتراك في منتصف القرن السادس عشر. آخر الأدوار العسكرية التي أدتها قلعة صيرة هي الوقوف أمام الاحتلال البريطاني مطلع عام 1839. لم يحدد معنى الاسم الذي نسبت إليه القلعة أو الجزيرة ككل، لكن إحدى هذه الفرضيات تقول إن البرتغاليين أطلقوا عليها اسم سيرة، وهي في لغتهم تحمل معنى الجبل. يبلغ ارتفاع القلعة 430 قدماً فوق مستوى سطح البحر، وعلى القرب منها يقع ميناء عدن التاريخي. قلعة نضالية بالنظر إلى دورها في صد الهجمات والحروب العسكرية، وهي على الطرف الآخر قلعة أثرية ببنائها العظيم
وتاريخها الممتد. القلعة من منظرها الخارجي تتكون من برجين اسطوانيين متساويين في الارتفاع، بينهما مدخل رئيس يقع في الجهة الغربية، وتوجد في البرجين فتحتان كبيرتان وفتحتان صغيرتان. للقلعة مداخل عدة، غير أن لها مدخلين رئيسيين، والصعود إلى المدخل الرئيس يكون عبر درجات دائرية. عند النظر من الداخل فإن القلعة تحتوي على قاعة مركزية تؤدي ممراتها إلى غرف مختلفة الأحجام مع سقف ذي فتحات لأغراض التهوية والإضاءة. الجانب الأيمن من القلعة يحتوي على 4 غرف ويمكن الوصول إليه من خلال ممرين. أما الجانب الشمالي فيحتوي على عدد الغرف ذاتها المتواجدة في البرج الأيمن، ويمكن استخدامها كمخزن للمؤونة الغذائية والأسلحة. صيرة قلعة شامخة وقوية البناء، وستبقى هكذا حارسة للبحر والمدينة على مدى الأزمان، وشاهدة على أن الإنسان قادر على صنع الكثير. إذن اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام أن نرحب بالفنان محمد النجدي الذي سيكون ضيف حلقتنا لهذه الليلة. أهلا وسهلا محمد. أهلا وسهلا حياكم الله. حياك الله محمد. إذن وكما تابعنا معكم مشاهدينا الكرام موضوع حلقة الليلة عن قلعة صيرة. كما ننوه أننا سنستقبل اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وننوه أيضا للسادة المشاهدين المتصلين أن عليكم إعطاء معلوماتكم الصحيحة والدقيقة للكنترول قبل الحديث معنا حتى يتم التواصل معكم بطريقة صحيحة. إذن نعود لضيفنا الجميل محمد. محمد رمضان كريم، علينا وعليكم إن شاء الله وعلى جميع مشاهدين قناة بلقيس، وأيضا أرمض على الوالد والوالدة في مدينة الحديدة وعلى جميع الأهل والأقارب. صح متأخر بس مش مشكلة. عاد احنا بخمس يوم يعني متأخر، الناس يبدأوا من نصف شعبان. إذن ممكن نبدأ معك، طبعا سنبدأ معك عن حياتك الشخصية، تفاصيل حياتك، علاقتك طبعاً بالفن. نبدأ أول شيء، ماذا تعرف عن قلعة صيرة بحكم أن الموضوع الآن بدأنا فيه؟ نبدأ فيه بعدين نسترسل فيه. صحيح، بدينا تعدن طبيعي مثل أي يمني، شفنا صورها وكلنا مبهورين بخلجانها وشطانها، مدينة جميلة ورائعة جدا. ولكن زرتها علاقتي يعني؟ زرتها أنا في عام 2006 تقريبا. وطلعت قلعة صيرة؟ في ذاك الوقت كانت مغلقة مع الأسف، كان في صيانة تقريبا، ولكن كنا تحتها. هي فعلا أغلقت؟ إذا كانت متى أنت زرتها؟ 2006 تقريبا. كمان أغلقت مرة ثانية مش للصيانة، أغلقت بسبب الحرب في 2015، بعدين رجعوا فتحوها في 2019. قديمة. أيوة 2006. صحيح. طبعا شفتها من كنا تحتها يعني، وصلنا للجبل نفسه بس ما سمحونا نكمل الطريق. احنا وصلنا للجبل نفسه عشان نطلع للقلعة بس قالوا هي مغلقة للصيانة، فشفناها وشفت أيضا تقارير تلفزيونية حولها. يعني الهندسة المعمارية اللي فيها هندسة مذهلة يعني. فعلا. بالضبط. وطبعا مدينة عدن رحنا فيها الساحل الذهبي وساحل الأبيان، وأكلنا سمك في صيرة، تحت صيرة في مطاعم مشهورة هناك بالسمك. ذكريات لا تنسى مع هذه المدينة الرائعة. وأيضا رحنا الصهاريج. صهاريج أيضا، صهاريج عدن نعم، شيء مذهل أنه أجدادنا بنوا هذه الأشياء فعلا، يعتبر كسد سد يعني. صحيح. ممكن الواحد أنه مثلا يستغل موسم الأمطار. صحيح. وينفع المدينة بشكل كامل، خاصة أنه يطلع على مدينة كريتر. بالضبط. إذن ممكن نبدأ بغنية ممكن نهديها لأهل عدن، لأهل كريتر، لأهل الحديدة، لليمن بشكل عام، مشاهدينا. نبدأ مع أول أغنية. أول أغنية هي السهرة، هي بتكون على رمضان، أغنية وأنا صورتها في 2013 كفلاش بسيط على رمضان. نبدأ بها إن شاء الله نستفتح الجلسة. يعني خاصة بك؟ هي كانت خاصة في هنا. Thank you.
يا رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران قد أنزل فيك القرآن يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران قد القرآن يا رمضان يا رمضان تدعو الناس إلى الإيمان وضيافة رب الأكوان تدعو الناس إلى الإيمان وضيافة رب الأكوان شهر الخير يا رمضان شهر الخير يا رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران قد أنزل فيك القرآن يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران قد أنزل فيك القرآن يا شكلك حزين، هل في حاجة نقصت عليك في رمضان هذا عن الرمضانات السابقة أو حاجات ما قدرت تعوض عنها في الغربة؟ لا تنكش الجرح. احتفل بالجرح. يعني. احتفل بالجرح. احتفل بالجرح. أبو بكر سالم، حياك يا سالم. طبعا أنا في الغربة تقريبا لي 3 سنوات ونص، أنا أحضر الماجستير في جامعة سلجوق في مدينة كونيا. وطبعا نكهة رمضان بغير الأهل وغير البلاد اكيد بلا شك ناقصه يعني صحيح ولا تعوض الروتين اليومي في الروتين اليومي في تركيا متغير تماما على الروتين اليومي في اليمن تعرف انه الليل يرجع نهار والنهار يرجع ليل وانا ايضا من احلى الاشياء كانت انه تتحول الحياه في اليمن في رمضان بالضبط وانا ايضا عشت طقوس رمضان في ريمه الى بعد الثانويه يعني انهيت الثانويه وانتقلت الحديده فعشتها في مدينتين يعني خلال الزيارات الاخرى لصنعاء ايضا عشت فيها فتره في رمضان فلكل مدينه نكهه في رمضان اذا ايش رايك نتكلم عن نكهتين في ريمه وفي في الحديده لكن بعد ما ناخذ اول اتصال طبعا مرحبا معنا اول اتصال اول محظوظ معنا الليله مرحبا مساء الخير اهلين انت على الهواء مباشره من معايا اسامه عبد المجيد اسامه من فين تكلمنا أسامة أهلا وسهلا فيك أسامة شفت الحلقة؟ والله شفتها قليل وانقطعت الكهرباء انقطعت الكهرباء طيب نزلت عدن من قبل؟ ها؟ هل نزلت عدن من قبل؟ لا أبدا طيب تعرف أهم معالم في عدن؟ أهم معالم حضارية؟ أهم معالم أثرية؟ ايش اللي تعرفه عن عدن؟ ايش اللي يميز عدن؟ ما هي الآثار التي الأشهر في عدن؟ المباني والبحر والكل أسامة أنا بقرب لك الآن السؤال وأعتقد من الخيارات بتعرف أنت الإجابة. السؤال يقول عن أي معلم حضاري كان التقرير السابق؟ أنت ما لحقتش التقرير زي ما قلت لكن مع ذلك شوف خياراتك ممكن تجاوب من الخيارات. يقول لك الخيار الأول قلعة صيرة أو دار الحجر أو وادي الضباب. إيش؟ قلعة صيرة أو دار الحجر أو وادي الضباب. كان معنا تقرير الحلقة. طلعت. تكلمنا عن قلعة صيرة. ممتاز ألف مبروك عليك فزت ب50,000. كيف عرفت؟ أسامة كيف عرفت الجواب وأنت ما تابعتهاش التقرير؟ لأنها مشهورة هذه مشهورة في عدن قلعة صغيرة قديمة مشهورة من زمان. ف
فعلا فعلا حظك كويس. لا لا هو حظك كويس مش انه يعني بس عدن فعلا عدن مشهوره ب ايه بس هو ما شافش التقرير. ايه نعم نعم ما شافش التقرير كيف عرف؟ بس السؤال بسيط يعني حاجه متعلقه بعدن وقلعه صغيره خلاص ما فيش تلميح حتى في السؤال لكن الف الف مبروك عليك. الف مبروك الف مبروك فزت ب 50000 ريال اول متصل. الله يبارك فيكم الله يبارك فيك رمضان كريم ان شاء الله عليك. في اتصال اخر. الو مرحبا. الو مرحبا في اتصال جديد معنا. الو في اتصال جديد. الو اتصال جديد. الو مرحبا رمضان كريم. الو السلام عليكم برنامج ليالي بلقيس معك. ايوه علوي محمد من جيش الحجاج. مره ثانيه الاسم لو سمحت. الو ايوه معك معك. الو معك علوي محمد من جيش علوي الحجاج. علوي محمد من جيش الحجاج حياك الله علوي. حياك الله علوي. رمضان كريم يا علوي. الله يحييك. من فين تتكلم معنا يا علوي؟ من صنعاء. من صنعاء حيا الله باهل صنعاء الكرام وحيابك. كيف مستعد السؤال؟ والله ان شاء الله. تابعت الحلقة من البداية؟ تابعت التقرير؟ أنا ماشي والله أنا في الشارع وأنا في الاختبار. معليش معليش التقرير عن قلعة صيرة والموضوع سهل وبسيط إن شاء الله. ركز معنا بس وإن شاء الله تفوز معنا. إن شاء الله. إن شاء الله مستعد؟ يلا يقول السؤال. يلا إن شاء الله. في أي قرن بنيت قلعة صيرة؟ هل في القرن الأول الميلادي؟ في أي قرن بنيت؟ في أي قرن بنيت قلعة صيرة؟ في أي قرن بنيت قلعة صيرة؟ الخيارات تقول القرن الأول الميلادي، القرن الحادي عشر الميلادي، القرن الثامن الميلادي. السؤال أنا قد قريت السؤال وأعطيتك الخيارات. طيب أعطيني هذا السؤال أسهل يبدو. أغير لك السؤال يا علوي. أغير لك السؤال. لا لا ماذا كان عالم مختلف. ها بغير لك السؤال عشان ما أعيده. يبدو أنه يتكلم كمان مع اللي جنبه. أيوة بعيد لك السؤال. يلا ركز معنا لا تتوتر ولا شيء. بتفوز بتفوز معنا إن شاء الله بإذن الله. يلا السؤال السؤال الجديد. في أي محافظة توجد قلعة صيرة؟ في المهرة، في شبوة، في عدن. في عدن. في عدن. ألف ألف مبروك عليك يا علوي من صنعاء. من صنعاء 50000 ريال. ورمضان كريم علينا وعليك وعلى أهلنا في صنعاء. ومعنا ومعنا اتصال جديد أيضا. مرحبا من معنا. ألو عزيزي محمد. أيوة معك. اهلا وسهلا. اسمك لو سمحت. هلا. اسمك لو سمحت. عزمي محمد. احمد الغامض. عزمي محمد. من كيف تكلمنا؟ من ذمار. من ذمار. اهلا وسهلا فيك. شفت التقرير يا عزمي؟ ايوه. الله يحييك. اكيد. متى بدات تشوف الحلقه؟ من البدايه. واثق من نفسه. ايوه فعلا. متابع كل الحلقات السابقه؟ أيوة. طيب طالما أنت تابعت التقرير فأكيد بتجاوب هذا السؤال بسهولة. السؤال يقول في أي قرن بنيت قلعة صيرة؟ الأول الميلادي. لا تقوليش أنه سقط الاتصال يا عزمي. عزمي عادك معنا؟ للأسف عزمي. إذا نأسف نأسف لعزمي. يحاول مرة أخرى. حاور حاور ما يعني نحاول. لازم يكول يكول يحاول. إيش الموضوع؟ شكلي ما فطرت. حاول مرة أخرى إن شاء الله معنا يا عزمي. معك اتصال آخر. توفق إن شاء الله. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو اتصال جديد. ألو السلام عليكم. وين المتصلين؟ السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. وعليكم أيوة. السلام. كيف الحال؟ حياك يا اخي. الحمد لله شهر مبارك علينا وعليك ان شاء الله وعلى اهلنا. من فين تتكلم اخي؟ انا اتكلم من صنعاء. من صنعاء والنعمه. اهل صنعاء والنعمه ما شاء الله اليوم اهل صنعاء. الاسم الكريم؟
صفوان حيدر عبد الله. صفوان حيدر. حيدر عبد الله، حياك الله يا صفوان. صفوان مستعد للسؤال؟ الله يحييك ويبارك. مع بنأخرك بندخل معك على السؤال ان شاء الله، عشان ما انقطع الخط علينا. يا صفوان مستعد للسؤال؟ هيا مستعد. السؤال يقول: كانت للقلعة أدوار تاريخية، هل هي أدوار عسكرية، أدوار دبلوماسية، أدوار سياحية؟ أيوة. قلعة صيرة تابعت التقرير. عسكرية. عسكرية. ألف ألف مبروك عليك يا صفوان، 50,000 ريال يمني مقدمة من برنامج ليالي بلقيس. حابب تقول كلمة؟ الله يبارك، الله يبارك فيك يا أخي الغالي، ونشكر قناة بلقيس على هذه المسابقة، ونشكركم على المشاركة والمتابعة حبيبي. شكرا أخي العزيز، يعطيك العافية. مع السلامة. مع السلامة. كانت مهمتها عسكرية في المقام الأول لحماية مدينة عدن، وكانت حتى تسمى حارسة مدينة عدن، لكن أيضا كان لها مهمة أساسية ومهمة جدا، وهي الإشراف على ميناء عدن والمراقبة السفن الذاهبة والقادمة. فعلا شيء مؤسف أن تتحول مدينة عدن، أن تتحول إلى جبهة عسكرية، خاصة قلعة تاريخيا، يعني موقع عدن كان أطماع أجنبية، أطماع للغزو، فتحول بشكل عسكري وبنيت هذه القلعة، يعني زي معلم تاريخي يؤثر، يدل على أن المدينة تحولت إلى عسكرة. موقعها موقع شيء مؤسف، يعني يسمونها لعنة المواقع هذه. فعلا. نأخذ اتصال جديد أيضا. مرحبا، مساء الخير. مرحب. أهلين. مساء النور. من معايا؟ حياكم الله. الله يحييك. من معنا؟ معك سال عبد الله حسين. عبدو. عبدو من فين تكلمنا؟ مشاهد. من فين؟ ايوه. عبدو من فين تكلمنا؟ صالح عبد الله حسين. صالح عبد الله. صالح من فين تكلمنا؟ من مأرب. من مأرب، اهلا وسهلا فيك. يا حي الله باهل مأرب. قد نزلت والله. قد نزلت عدن من قبل ولا لا؟ نعم. نزل ولا لا؟ هو صوته يروح ويجي ويروح. إذن صوته. إذن عشان ما تسقطش المكالمة أقول لك سؤالك. سؤالك يقول: في أي قرن بنيت قلعة صيرة؟ الأول الميلادي، القرن الحادي عشر الميلادي، القرن الثامن الميلادي. صالح بيسأل عائلته، يبدو أنه مش لوحده يعني. تمام، ممتاز ممتاز. الحادي عشر. في الحادي عشر. من اللي جاوب؟ من اللي ساعدك يا صالح؟ الحادي عشر. تمام ممتاز، إجابة صحيحة. إجابة صحيحة، فزت بخمسين ألف ريال. لكن من اللي جاوب؟ من اللي ساعدك؟ خالك ساعدك. خاله ساعدك. من حقه عليك تتقاسم معه الهدية. ألف مبروك عليكم. 25 لك وخمسة وعشرين له. تحية لخالك. الله خالك مركز أكثر منك، فألف مبروك له ولك. مبروك. ألف خمسين. خمسين ألف. أقول له لا. بتنجع. صالح. صالح شكرا لك. ألو مرحبا، اتصال جديد. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه. رمضان كريم. اهلا وعليك، كل عام وانت بخير. كيف الحال اخي؟ الاسم الكريم. بخير ان شاء الله. الحمد لله. اسامه حمود دبوان. مره ثانيه. اسامه حمود دبوان. تمام، حياك الله يا اسامه. من فين تتكلم يا اسامه؟ من صنعاء. من صنعاء، والنعم هالصنعاء. اليوم الخط متيسر مع صنعاء. أيوة. حياك الله يا أسامة. أسامة مستعد للسؤال؟ إن شاء الله. إذن السؤال يقول: من ضمن الهجمات التي صدتها قلعة صيرة كانت هجمات شنها البرتغاليون التتار الهنود الحمر.
البرتغاليون. البرتغاليون صحيح. ألف ألف مبروك، 50,000 ريال يا أسامة حمود. الله يبارك فيك. حياك، حابب تقول كلمة؟ أنا أشكرك وأشكر كل البرنامج وأشكر كل مجام البرنامج. ونحن نشكرك على المتابعة. نشكر كل المتابعين. نعم، شكرا جزيلا لك. إذا محمد لو رجعنا نتكلمنا عن اختلاف رمضان في ريما والحديدة، إيش الاختلافات؟ الاختلافات طبعاً أنا كنت في القرية، في ريما كانت قرية، في أهل القرية معدودين قليلين يعرفوا بعض، وبنفس الوقت ذيك الفترة ما كانت التلفزيونات مشهورة، فكنا نجتمع حتى في بيت واحد عشان نتفرج فرسان الميدان والمسلسل الرمضاني، فكانت ذكريات حلوة. وأيضاً كنا ننام بدري، ما نقدر نسهر الليل طوال الليل لأنه عندنا الصباح التزامات، معنا غنم نرعيهن وبقر نرعيهن التزامات يعني في قرية، أنت عايش في قرية يعني. نعم. طيب هذه الأجواء هذه يعني أنت كشخص نقول لك يعني كلنا احنا يمنيين ريفيين، هل هي سبب مثلا محمد معنا اهتم بالفن، اهتم بالغناء، او اتجه للجانب هذا؟ يعني كانت البدايه من هناك؟ في البدايه طبعا انت لما ترعي الغنم عند صحيح، في البدايه انت لما ترعي البقر والغنم طبعا ترعي في وادي، كيف بدايتك مع الفن يعني؟ وادي مفتوح، فتجرب صوتك تغني وتسمع الصدى كمان يرجع لك. كيف كانت بدايتك مع الفن؟ البدايه طبعا بدايه اعتياديه من المدرسه. بس المدرسه كانت في ريما، كان معنا انشوده نكررها كل يوم. لأن ذيك الأيام ما كانت مشهورة الكاستات وما كانت منتشرة المسجلات، يعني أتكلم عن أنا من التسعينات، يعني أنا قديم شوية شيبة. فكنا معنا أناشيد قليلة يعني، كنا ننشدها في الطابور. أيضا لما نزلت الحديدة كان في عندي صديق يعمل في الإذاعة المدرسية، فمرة عندهم تدريبات وأنا معتاد أروح أنا وهو على طول، بيوتنا قريبة من نفس الحارة يعني، فقل له يلا يا عمرو عشان نروح، قال لي والله أنا اليوم مشغول، أنا عندي بروفات لأنه عندنا حفل اليوم كذا كذا، تنتظرني؟ قلت له يلا انتظر لك. كانوا يغنوا وانا جالس جنبهم يعني. كانت الاغنيه سبحان الله مركبه بين شخص كبير، وذيك الفتره كان صوتي لسه صغير وصوت صغير، قالوا الا ولا تسمعنا، سمعتهم، قالوا انت اجيت على المشهد الصح. شاركتهم لكن شاركتهم واستمرنا. ومنها استهوتك الفكره انك تغني؟ انك بعدها انتقلت لفرقه ايضا، واشتغلنا في الفرقه في الاعراس، انت عارف كان اغلب شغلنا كان في الاعراس، ومع الاسف انا ايضا صوتي فتره البلوغ كانت فترة أعراس كثيرة جدا، فالمفروض أن فترة البلوغ تكون سنة إلى سنتين أنك تريح صوتك فعلا. علشان الأحبال الصوتية تتغير والجسم كله يتغير يعني فترة البلوغ، لكن مع الأسف كان العكس، اشتغلنا عليها شغل جامد فأثرت عليها فيما بعد. أيوة. لحد الآن في تأثيرات يعني. أيوة. إذن هل في مثلا نقول اختلاف الآن محمد الآن قدامنا وصراحة أبدعت في الأغنية، هل كان في اختلاف عن ما عن خاصة قبل أزمة اليمن بشكل عام؟ في انا سمعت لك بعض الاغاني كانت ايضا جميله، بس الان في تطور ملحوظ، هل اختلف محمد عن الفتره الماضيه القصيره عن الان في كثقافه فنيه كاداء طبعا فنية؟ طبعا طبعا كثير، لانه فتره من الفترات انت عارف مجتمعنا محافظ، وكانت فقط كان في مشكله خلاف على الايقاع، هل نغني بايقاع او بدون ايقاع بالضبط. ايوه في الفتره الاخيره نشرب شاي ولا قهوه عادي اذكرك بالضبط، لكن الان اصبحنا نغني مع الموسيقى يعني بشكل عام، يعني انا اسميها غناء، سواء كانت الكلمات غزليه كانت الكلمات دينيه، ما نختلفش على هذا الموضوع، انما كان من قبل في مشكله في هذه الامور، كان الشعب نفسه ما يتقبل هذا الموضوع حتى لو يعني كان الان يشوف. تقول انهم متقبلين اكثر الان الشعب بالموضوع. متقبل اكثر يعني نادرا ما تجد شخص يسمع الايقاعات الا اذا كانت اناشيد قديمه يتذكر ايام زمان، ولكن الان اصبح الشعب اكثر ثقافه انه يسمع الموسيقى، التوزيع الكلمات، حتى انه اصبح الناس يتفرجوا للاغاني اللي في الفيديو كليب يعني. نعم. اصبحت الاغاني الصوتيه ما عاد تستهوي كثير، ضروري يشوف كليب وتبهر الصوره، يبهر الصوت، تغيرت الامور بشكل كبير جدا. نعم. لكن البيت ايضا، البيت هو يعتبر مدرسه كبيره، سواء كان في التفوق الدراسي، كان في التفوق صحيح. الفني، يعني البيت يعتبر شيء عظيم، كيف بيتك ومن كاسره اسرتك ساعدتك انك ايش انك تهتم بهذا الجانب، انك تعطيك مساحه اكثر؟ فهمت سؤالك، لكن اللي اقصده عائلتي ما كانت عائله فنيه، انما يعني بشكل عام كوننا في القريه وكوننا يعني ممكن واحد يهجل مهجل، تعرف واحد لما يشتغل في اعمال الفلاحه في مهاجل الاغاني الشعبيه، الاغاني الشعبيه والمهاجل، انك تبكر من الصباح وتشتغل، فطبيعي انك تسمع ابوك، تسمع امك، تسمع جدتك، تسمع حتى في لما يكونوا جروب كلهم يشتغلوا في مكان معين تسمع بينهم مهاجل،
فهذا امر وارد في اي قريه اعتقد. على مستوى التشجيع من في البيت بالذات؟ على مستوى التشجيع لو من اللي نهرك؟ لا يعني فعلا ايوه. هل تقبلوا بسهوله ولا يعني جلست يعني فوقهم لما تقبلوا الامر الواقع؟ لا انا عائلتي ديمقراطيه ما عندي مشكله يعني. سلام. تغني حياك الله، ما تغني ما في مشكله عادي، الامر راجع لك يعني اللي تحبه واللي ترتاح له يعني. ولكن اكثر من دعمني ووقف معي طبعا الوالده يعني الله يحفظها واسلم عليها من خلال شاشتكم. أقول لها اشتقت لك كثير، إن شاء الله نلتقي عما قريب. إن شاء الله بإذن الله. إذن ممكن الآن تسمعنا حاجة جميلة ونهديها للوالدة العزيزة وللجمهور أيضا. إن شاء الله بإذن الله. هي أغنية من ألحان يسمى أو يطلق عليه شيخ الملحنين سيد مكامي. تفضلوا شباب. يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي واجلو عنه صدى. يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي واجلو صدى. يا رب انظر إلي، يا رب تب علي. يا رب انظر إلي، يا رب تب علي. وأنا ما مالي غيرك مالي، وفقني للهدى. يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى. Thank you.
إليك رجوعي وأنت موئلي وفي شبعي وجوعي عليك توكلي مولاي إليك رجوعي وأنت موئلي وفي شبعي وجوعي عليك توكلي ربي أنت الخلاق ربي أنت الرزاق ربي أنت الخلاق ربي أنت الرزاق يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي يا ربي انظر إلي وانا مالي وانا مالي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي وفقني للهدى يا ربي انت الهادي وفقني للهدى مولاي اصلح ايامي وارزقني طيبا وتكرم بالانعام وهيئ سببا مولاي اصلح ايامي وارزقني طيبا وتكرم بالإنعام وهيئ سببا وانا مالي غيرك رجوى وانا مالي عنك سلوى وانا مالي رجوى وانا مالي الله وانا مالي عنك رجوى وانا مالي سلوى وانا مالي غيرك يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي يا ربي انظر يا ربي وانا مالي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي وفقني للهدى يا ربي انت الهادي وفقني للهدى الله 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 ايش الجمال هذا ايش الاحساس هذا جمال ايش الحضور جمال ذوقك حياك الله محمد محمد إلى جانب الغناء أنت كمان طالب كنت طالب إعلام إذاعة وتلفزيون في ماجستير يعني. نعم أيوة أيضا كمان تمارس تصوير هواية أو مهنة أنا طالب إذاعة وتلفزيون في طبيعي يعني لا في تصميمنا تمام أيوة يعني. أيوة هل هي هواية أيضا تمارسها ولا هي مهنة الآن هو كما يقال العمل الفني والغنائي ما يأكل عيش طبيعي يعني اغلب الفنانين والمغنيين اذا مش موجوده الاعراس على فكره يعني ما راح خصوصا في اليمن في خارج اليمن في شركات تتبنى الاشياء وتعمل كليبات وتنجم الشخص يرجع نجم يعني لكن في اليمن على مستوى اليمن اغلبها الشغل في الاعراس هذا في الجانب الغناء اما في جانب الشغل كمصور اتمنى ان احترف هذه الشغله نعم لانه رغبتي وبنفس الوقت في صميم تخصصي تفضلها عن الغناء
حاليا الغناء انا متوقف كثير جدا من 2013، تكاد مشاركاتي قليله في احتفالات، في مهرجانات، في مؤتمرات، وفي تركيا ايضا لما رجعت، فبدات اعود من جديد في ناحيه الغناء، خصوصا شاركت في اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا فرع كونيا، وايضا معنا اتحاد الطلاب طلبه الدول العربيه ايضا في كونيا، فكنا نشارك معهم في مهرجانات في اي لقاءات، يعني رجعنا شويه شويه. طيب وفعلا فعلا الفنانين يحتاجوا فعلا الى زي ما تقولي حاجه زي الكفاله، يعني انه فعلا يتفرغ بشكل كامل للفن، ولكي فعلا يعني يحدث اثر ويبدع ويتخصص. صحيح. انا مش مهتم على فكره في في في, في صوتي، ولا مهتم في جانب الاغاني. نعم. ولكن يعني على حسب، اذا في اي فرصه انا خارج. مع ذلك يبدو انك تستمتع يعني. يعني يبدو انه في خبره، ولكن يعني اذا خلينا ناخذ اتصالات بعد نرجع للحديث الشيق هذا. تمام، ناخذ معنا اتصال الان. مرحبا. الو. الو، اهلين، مرحبا، من معنا؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام، من معنا؟ زينب علي نادي. ارفعي صوتك. زينب علي نادي. زين؟ زينب علي نادي. زينب، زينب، من فين تكلمينا يا زينب؟ من تعز. من تعز، اهلا وسهلا فيك، اول متصلة من تعز اليوم. كيف حالك يا زينب؟ ما؟ كيف حالك؟ الحمد لله. زينب، اليوم خامس يوم من أيام الرحمة، كيف مضت معك أول خمسة أيام في رمضان؟ سلام عباس، الحمد لله. يا سلام. تمام، سؤالك يقول يا زينب، أنت أول شيء شفت التقرير ولا لا؟ نعم. جميل. سؤالك يقول، إحدى الفرضيات التي تقول إن من أطلق على قلعة صيرة اسم سيرة هم الكنديون، الألمان، أو البرتغاليون؟ البرتغاليون. ألف مبروك. يا سلام عليك، وإجابة صحيحة من غير تعب. ها، اللي مذاكر مذاكر على قولة، اللي متابع متابع. متابعين اليوم. أيوه. متابعين. 50,000 ريال مبروك عليش. ألو، مرحبا، اتصال جديد. خلنا في اتصال جديد. أيوه. الو، مرحبا، اتصال جديد. ايوه، الو. الو، رايد. رايد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، معكم رايد. مع ابراهيم. ابراهيم رايد. رائد، رائد معي. رائد، 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 حياك الله يا رائد. لو توطي صوت التلفزيون او الراديو، يعني احنا معنا تبع راديو طبعا في قناه بلقيس، عشان يتعز يعني. وطي صوت التلفزيون عشان تتابعني، يكون الصوت واضح ما يتكرر عندك. هذا مو طول في حاجه، بس معك بالتليفون الان. تمام، اوكي. رائد، من فين تكلمنا؟ من عدن. من عدن، او ما شاء الله، اليوم موضوعنا عن عدن وعن قلعه صيره، الامور يعني ان شاء الله مسيطر ان شاء الله يا رائد. مسيطر ان شاء الله يا رائد. ايوه. طيب، مستعد للسؤال؟ طيب، مستعد للسؤال. ايوه. السؤال يقول، في لغه ال طيب، خلينا بغير للسؤال، لانه تقريبا مشابه للسؤال الاول. غير. لا. طيب، السؤال يقول، يبلغ ارتفاع قلعة صيرة 430 قدم أو 1000 قدم أو 10 أقدام؟ 10 أقدام، أعتقد أنه 1000 قدم. تابعت التقرير؟ هذا وأنت عدني، هذا وأنت من عدن. لا، له عن المعلومة هذه تحتاج أني تابع التقرير. 430. في حد قال له؟ من قال له؟ حد ساعدك يا رائد؟ لا، ما حد عندي الذاكرة. لوحدك انت والله في احد جنبك؟ والله الواحد كنت راغد وقمت لاجل منهم. اذا 1000 مبروك عليك يا رائد، 50,000 ريال. الاجابه كانت فعلا 430 قدم ارتفاع قلعه صيره. يلا، شكرا حبيبي، شكرا، حياك الله، مع السلامه. على ذكر المعلومات والناس اللي في عدن، سمعت انه كثير من العدنيين عدن ما طلعوش لقلعه صيره، تخيل ما زاروش قلعه صيره. والله ممكن اشارككم في هذه، لانه انا ساكنت في الحديده. نعم. اغلب اصدقائي اللي في صنعاء اول ما يجي لعندي يقول لي، ليش ما نروح البحر؟ اقول له يعني البحر موجود، عندي موجود يعني. انا أيوة، انا ضامن اروح في اي وقت يعني. صح. أيوة. هو لا، بده من الصباح للمغرب وعلى طول في البحر. صحيح. ناخذ اتصال اخر. مرحبا. السلام عليكم. اهلين، وعليكم السلام، من معنا؟ ايوه، عادل عبد الله. كأنه اتصالين دخلوا في بعض ولا كيف؟ الو، اهلين، من معنا؟ ايوه، مع سلمى. ايوه، عادل عبد الله. لو ترفعي صوتك شويه لو سمحتي.
خيرية. خيرية عادل عبد الله. من فين تكلمينا يا خيرية؟ من محافظة مأرب. من محافظة مأرب، أهلا وسهلا فيكي. تابعت التقرير؟ خيرية تابعت الحلقة من البداية؟ حياك الله يحييك. ما تابعت. ما تابعتيش؟ وكيف بتجاوبي على السؤال؟ لا ما تابعت. الله يلا نشوف حظك الآن، نختبر حظك، ومن بكرة بدأي تابعي التقرير، يمكن تكوني محظوظة كمان مرة ثانية. السؤال يقول يا خيرية، في لغة البرتغاليين، في لغة البرتغاليين سيرة تعني المياه أو الثلوج أو الجبل. تتكلمي برتغالي ولا لا؟ خيرية تعرفي برتغالي ولا لا؟ لو تكلم برتغالي بتروح البرتغال. هي لسه في اليمن. عايز السؤال لو سمحتي. ما سمعت. تمام، بعيد لك السؤال وبعلي صوتي، لكن تسمعيني من التلفون لا تسمعينيش من التلفزيون. تمام طيب. يقول لك في لغة البرتغاليين، اسمعيني الآن، في لغة البرتغاليين كلمة سيرة تعني المياه أو الثلوج أو الجبل. أو الجبل. أو الجبل. تسمعنا؟ الجبل. خدتيها من سالم ولا خدتيها من نفسك ومن حظك؟ سمعتيها من سالم؟ ذكية. بس ما تحتاج ذكاء، تحتاج متابعة بس. والله أنا خايف إن الاتصال ينقطع، بس ما هو من شيء والله. إذا خيرية ألف مبروك، شكرا لك، فزتي ب50,000 ريال. على فكرة ما ساعدتها أنا. أنت اللي فزت. ما قلت لها أول جبل، ما قلت لها الإجابة الجبل. على فكرة صوت لعندي يوصل ردي. أنت اللي فزت كمان. إذا أخذ اتصال. ألو مرحبا. ألو نعم حياك الله. رمضان كريم، رمضان مبارك أول شيء قبل ما نبدأ. السلام عليكم. حياك الله، الاسم الكريم. داخل عادل. من؟ داخل عادل. جبر عادل. بكر 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 عادل. حياك الله يا بكر، من فين تتكلم معنا يا بكر؟ من صنعاء. من صنعاء، حيا الله ببكر وأهل صنعاء ما شاء الله. صنعاء اليوم شكل الخمسينات بتروح لا صنعاء معظمها. الله يبارك، ما إن شاء الله الباقي المحافظات إن شاء الله تتعوض. كيف يا بكر، مستعد للسؤال؟ إن شاء الله. تابعت الحلقة من البداية؟ أيوة. عارف إيش الموضوع؟ أيوة. نتكلم عن 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 قلعة صيرة نتكلم. أيوة. إذن السؤال يقول، لو تركز معنا يا بكر، يقول السؤال: من حيث الشكل الخارجي تتكون القلعة قلعة صيرة من 20 برج أو 15 برجا أم برجين؟ برجين. من برجين صحيح. ألف ألف مبروك يا بكر، 50,000 ريال. ألف مبروك. ألف مبروك عليك. تتكون القلعة فعلا من برجين على شكل أسطواني. حابب تقول كلمة قبل ما تروح؟ مبروك عليك، مع السلامة، تحياتنا لك ولكل المشاركين معنا. طيب إيش رأيكم شباب نروح بريك ونرجع ناخذ فاصل؟ يكون أفضل إذا ناخذ فاصل ونرجع إن شاء الله. برنامج حيث الإنسان، البرنامج المسابقات الإنساني الأضخم في القنوات اليمنية في موسمه الثالث، جوائز كبرى وفائزون أكثر 1.5 مليون كل ليلة. للفوز بإحدى الجوائز تابعوا قصص البرنامج لتتمكنوا من الإجابة والاتصال بأحد الأرقام الظاهرة على الشاشة،
وقد تربح 100,000 ريال، وبإمكانكم الربح أيضا من خلال الإجابة على الأسئلة وإرسال الإجابات الصحيحة عبر تطبيق التليجرام لتكونوا أحد الرابحين الثلاثة. لجمهور القناة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وSMS ستكون هناك أيضا 3 جوائز يومية، قيمة كل جائزة 100,000 ريال، وقد يحالفكم الحظ بالجائزة الكبرى البالغة 1,000,000 ريال لثلاثة متصلين كل جمعة. إذن أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا من جديد، وأهلاً وسهلاً بضيفنا مجدداً. وسالم، أين تقع الرقبة؟ والله حسب معلوماتي وخبرتي في الحياة أن الرقبة هذه. إذن سالم خلينا نروح نشوف أنت والسادة المشاهدين، نعرف فين تقع الرقبة ونتابع بعض الإجابات حولها. اهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في البرنامج المسابقاتي، ونحييكم من هنا من قلب مديرية المعلى، وبالتحديد شارعها الرئيسي المسمى بشارع مدرم، وهو اقدم شارع في الجزيرة العربية. ومع بداية رحلتنا في سفر المسابقة، دعونا الان ندق جرس انطلاق مشوارنا البحثي. اذا كونوا معنا. انتقاع الرقبة هنا. ايش يعني ده سؤال؟ ايوه انتقاع الرقبة هنا ايش ده يعني؟ اذا اجابة خاطئة. فين الرقبة؟ انتقاع الرقبة هنا غدا اكيد. هنا هنا هنا. وانت؟ هنا هنا رقبة هنا. فين الرقبة يعني؟ قدو كيف اقول لك يعني؟ طيب انا بساعدك. الرقبة هي ضروري تكون عضو من اعضاء الجسم اللي ممكن تكون منطقة محددة. كيف؟ لحظة انا ساعدتك. لا ايش قلت؟ الرقبة ممكن تكون أو ممكن تكون من أعضاء الجسم. ليس هذا مش من أعضاء الجسم. ممكن تكون منطقة. فين تقع؟ في البلعوم. فين تقع الرقبة؟ الرقبة؟ قد أقول لك بالعمود. إجابة أخيرة. أيوة بالعمود الشوكي. لا تقع الرقبة سبحان الله. أيوة تحت الرأس. لا كده كده الرقبة. لا إجابة. الرقبة منطقة. طيب فين الرقبة؟ يا يعني جنب بين كذا، جنب بين لودر. لا أبي أمشي قلة كذا يعني فوق. شو الرقبة؟ حضر موست. أكد فين الرقبة؟ هنية فين؟ بالعبر الشوقي. بالعبر الشوقي. يا بالله حق. لا مش عارفه. شكرا لك. في البلعوم يا ابني، نحن هذا اللي درسناه، هنا الرقبه ورا الظهر. لا ايش الرقبه؟ ما واضح يعني. اذا منطقه مثلا فين تقع؟ انت قصدك منطقه اعتقد في يفتعز يا بئب يا فين تقع الرقبه؟ الرقبة. شو قد مر السؤال هذا؟ فين تقع الرقبة؟ البيضة ما أعتقد. تأكد. البيضة. إلا متأكد. اسمك؟ أسمر سمير الزبيري. أسمر سمير الزبيري، أخيرا وجدنا الإجابة الصحيحة. تقع الرقبة في البيضاء، وإجابة صحيحة من الأخ أسمر لا في البلعوم ولا في الحلقوم ولا في تحت الراس، تقع في البيضاء. إذن الفائز معنا أسمر سمير الزبيري، بيتواصلوا معك. وكانت في البيضاء معنا أيضا هذه نفس الفقرة لكن من تعز. صح يا جماعة؟ ألف مبروك عليه. ألف مبروك عليه. 50,000 ريال بعدين. ألف مبروك عليه. أسمر. طب أنا أشتي كمان أكد على حاجة، الشباب اللي يفوزوا أو الشابات اللي يفوزوا وما وصلناش لهم أو ما اتصلناش لهم للآن، راسلونا على الأرقام الظاهرة في الشاشة عشان يعني كل واحد ياخذ حقه. اللي اعلن انهم فائزين معنا. ايوه اللي فازوا في الاسئله. ايوه في هناك صعوبه في التواصل معهم، اكثر صعوبه ويحاولوا انه يبادروا يعني. بسبب عدم تقديم معلومات صحيحه. ايوه لما يفتح الكنترول، اول ما يفتحوا المكالمه لازم تجيب معلومات واضحه وصحيحه. اسمك الثلاثي خاصه المرتبط بالبطاقه الشخصيه على اساس نقدر ايش نسلمك الفلوس. ويقول لك صاحب الحاجه
معنا بالطلب على قولهم انتم الفائزين يعني. طبعا اسمي غلط النجدي مش الجندي. هناك مكتوب مالك من المكتوب احنا تعجبني حياك الله محمد يعني. ما شاء الله عليكم. حياك الله محمد. اذا لو نعود ل محمد وهل لديك مثلا طاقات اخرى غير الفن؟ هل لديك مثلا اهتمامات اخرى تستهوي محمد؟ طبعا كطالب اذاعه وتلفزيون اكيد في عندي مواهب في تخصصي مثلا في التصوير المونتاج صناعه المحتوى الرقمي مثلا او المحتوى ايش نسوي الفيديو يعني. هل وجدت نفسك فيها يعني؟ حس انك انها ممكن يعني نعم خصوصا بعد ما خرجت من اليمن حاولت ان اشتغل على هذا الجانب لاني كنت في اليمن اشتغلت في الجامعه كمعيد فكنا نشتغل على الجانب النظري تدخل في القاعة وتحاضر كان جانب نظري أكثر بس لما أجت على تركيا فالقصة حق التصوير أنت تعرفها فبدأت أشتغل على هذا الجانب خصوصا أن تركيا مناظرها جميلة وخلابة بدأت في التصوير شوية شوية وحاول يعني حاليا أشتغل على هذا الجانب إن شاء الله بإذن الله أشتغل فيه أكثر إن شاء الله. طيب لو رجعنا نتكلم عن حياتك في تهامة وتأثير حياتك في تهامة على غنائك يعني. طبعا تهامة ساحل ممدود وكبير جدا ومديريتها متناثرة يعني فالمدينة نفسها ما فيهاش ناس تهامين أنا ما احتكيت بناس تهامين بشكل كبير جدا تلاقي الريمي الوصابي التعزي من إيب من صنعاء من كل المناطق موجودين في المدينة نفسها فحتى أنه لهجتي ما تغيرت كثير ممكن أفهم عليهم بس لو تكلم معي تهامي قح ما راح أفهم عليهم صحيح. طيب أكيد يعني هذا ما يمنعش أنك تأثرت طبعا قلوبهم جميلة وطيبة ولكن صحيح معروفين أصحاب القلوب البيضاء ما احتكت معهم بشكل كبير صحيح. لكن هذا ما يمنعش أنه تحفظ أغاني ها طبعا أو طبعا. شيء تهامي ممكن تقدمه لنا قبل ما نغني اللي أشتي أقول أنه أنا لا أجزم أني أجد اللهجة تهامية وحتى لهجتي لهجة بيضاء لأنه زي ما قلت نتعامل في مجتمع خليط من الثقافات المختلفة ومن الناس المتواجد من عدة محافظات لكن سأحاول صح أنا غنينا في الأعراس بس أنتوا عارفين الأعراس مجرد مقيل وما يركزوش كثير بس الآن أخشى أنهم ينتقدون لو غلط مثلا لأنه اللهجة التهامية هي لهجة صعبة عشان كذا فنها ما انتشر فعلا. وفي ناس كثير ما يفهموها يعني اللهجة الصنعانية بحكم المسلسلات ولهجة القناة الأولى في اليمن فهي انتشرت والناس يفهموها لكن اللهجة التهامية مش معروفة في هناك أيضا جهود شبابية من صحيح. أبناء تهامة وأحس بالذكر عبد الله آل سهل صديقي العزيز طبعا أنا قبل عمل عمل أخير كان جميل جدا وزيرة اسمها نسيت الأغنية أنا والله راحت من بالي لكن أغنية جميلة حاجة كذا فيها قاف ما حتى أنا نسيت الاسم يعني أعتذر منك يا عبد الله اسمها قطر أم زعفران قطر أم زعفران من كم أيوة صحيح كذا حاجة صحيح كان عمل جميل عبد الله موهوب جدا كان إيقاع عبد الله شخص موهوب ويشتغل ومن قبلها كان عنده اشياء في يسمى اللي هي كانت فن يمني عن بعد اشتغل عده اغاني ما شاء الله الولد مبدع جدا في هذا المجال ايوه وراح ان شاء الله نسالك يعني في من يستهويك ايضا من الفنانين الحديديين الحديديين في فنانين كثير يعني ولكن مع الاسف ابرزهم يعني في الفنان محمد البيور هذا يعني فنانين داخل تهامه يعني يشتغلوا في تهامه فقط مش معروفين اعلاميا الفنان اليمني الكبير احمد فتحي هو ابن تهامة طبعا طبعا ومعه ايضا اغنيه عن الزعفران كمان هي نزلت قبل اغنيه عبد الله سهل حتى انهم كانوا كيف يعني الالوان اختلفت في الغناء وفي الايقاعات صحيح. كان في هناك في لغط كيف يعني هذاك اسلوب هذا اسلوب يعني وهكذا صحيح بالضبط ومن صاحب الكلمات واللحن الاولويه نعم ايوه صحيح ايش رايك تسمعنا حاجه تهاميه طبعا سمعكم حاجه تهاميه ونهديها لأهل تهامة فرصة الآن فليعذرونا أنا لا أمثل التهاميين ولا أمثل لهجة تهامة لكن بحكم أني سكنت عندكم اعذروني طبعا تشاركوني فيها هي ما راح تكون فيها أي موسيقى بدون موسيقى بدون موسيقى راح نغنيها بشكل قصائد لأنه الفن التهامي نحن نساعدك الفن التهامي فيها القصائد وفي بول الأغاني السريعة نساعد تشوفوا سالم جاهز خلص أفتح المايك يا خالق الخلق يا أكمل يا منزل محق بكتابه ألطف بنا ربي في ما حال بطهر طه وأصحابه حنبت نفسي وحبيت أسمر 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 يشبه أمان غوان بصرة 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 من شاف حسنه هلل وكبر يا ليت ليلة يا هبلي سمرة سمرة
زليت وادي زبيدة منظر 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 بين مناصف محلى تمرة 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 أسأل عالم غيد يا نم اسمر راعي مشاني ما هي الغرة غرة 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 قلي تمهل وحاسب واحذر احذر احذر قبل اقطع حاطح طاحوا حسره 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 ماتوا من مقهر حتى مسمر اصبح مشفر صائب ونظره نظره نظره ما شاء الله يا عن حب لكن بشكل لطيف جدا. طبعا القصائد التهاميه دائما تتكلم على الغزل يعني يبداوا بالصلاه ويرجعوا غزل ما شاء الله عليهم. نعم. جميل جدا. هناك طبعا في ميزه في اللهجه التهاميه انهم يدمجوا الالف واللام ويقلبوه حرف ميم يعني. صحيح هو المشهور يعني لو اضفت على كل الكلمات الف ميم يعني تكلم تهامي. التعريف هذا على طول وصلت الفكره، ولكن اللي حسب معلوماتي انا والله اعلم انه مش هو الشائع عن اللهجه التهاميه انه اللي يقول العين أ مثلا يقول عباس، طبعا اسم الوالد عباس عباس. مش كل من قلب العين ألف أو همزة رجع تهامي، أو اللي يقلب الألف واللام أم رجع تهامي. أعتقد أنه في كلمات فيها الألف والميم ترجع تهامي، ومش كل الألف واللام على التعريف ترجع أم. حتى أنه دائما في المسلسلات المعروضة مثل همي همك والمسلسل الآن اللي يبث على هذه القنوات تقريبا فيه أيضا تهامين، تشوف السوشيال ميديا التهاميين أنفسهم أو أصدقائي يشوفوا هذا لا يمثلنا ولا يمثل لهجتنا ولا يمثل، عشان كذا أنا أعتذر لهم لأني أنا ما أمثل اللهجة التهامية صحيح حقيقة يعني. أنا أحاول نحاول أن نستعرض الميزة الجميلة في اللهجة التهامية. طبعا هي لهجة يمنية أصيلة عربية بشكل عام يعني وقديمة جدا، يمكن هي من اللهجات الحميرية القديمة حتى تقريبا في مثل المهرة وهذه المناطق نفس الفكرة أنه الألف واللام ترجع أم تقريبا. نعم في مثل جميل حاول تحفظه، لأنت تشتي أم عسل ها؟ ما يقولوا تشتي تشاء أنت أنت تشاء لما تشاء أم عسل بعدين تكملته إيش؟ أصبر عم قبص أمنوب أمنوب بالضبط. على النوب يعني على النحل ولا بالضبط النوب يعني نحل النوب يا أمنوب النوب هذا يقول لك أنا زيك احنا نحاول نفهم كمان حسيت نفسي ضعت بينهم الأخوة هنا الأخوة السوريين طيب اذا انا واني يمنيه كمان حسيت ان ضعت بينهم كيف تكونوا انتم؟ هو على فكره على فكره حتى لهجتكم انتم هي كانت صعبه لنا، ولكن المسلسلات ايوه فعلا كثيره فاعتقد اكثر لهجه يمكن هي اكثر لهجه بيضاء في الوطن العربي المصريه المصريه لانه لا السوريه السوريه والمصريه تنافسوا بس لكن يعني كل الشعوب يقدروا يفهموا المصري بسهوله لان احنا متعودين على المسلسلات على الاغاني دائما قدامنا بالضبط. هذا صراع أزلي لن يحل يعني معروف الموضوع راح ننادي بالفصحى على الاتصال ننادي بالفصحى في اتصال اي نعم في اتصال ناخذ الاتصال نعم مرحبا مساء الخير الو السلام عليكم وعليكم السلام اهلين من معنا مبارك علينا وعليكم عليك ان شاء الله احمد محمد علي سعيد يا سلام عليك يا احمد من فين تكلمنا يا احمد حياكم الله من لحج من لحج اهلا وسهلا فيك حيا الله باهل لحج اهل لحج الخضيره ايوه لحج فيصل علوي الله يحييك انت تقول فيصل علوي وانا ادور بعد بطني لحج المانجو لحج المانجو قلب الثور حياكم الله الله يحييك تابعت الحلقه من البدايه يا احمد والله مع الاسف اليوم التقرير علي. طيب معليش لو راح التقرير لكن عدن قريبة منكم أكيد نزلت أكثر من مرة صح؟ ما عليك نحن إلا إن شاء الله معك أحمد يا الله. أحمد كم مرة نزلت عدن؟ نعم يعني أوقات كثيرة أوقات كثيرة طيب زرت قلعة صيرة؟ نعم إن شاء الله صراحة يعني مع المرور فقط مرور بس طيب يمكن قد سمعت بهذه المعلومة من قبل كم عدد مداخل القلعة الرئيسية؟ مدخلان أو 50 مدخل أو 10 مداخل؟ يعني
صراحة حيران في الإجابة. طيب عشان ما تحيرش أكثر، هو معنا في القلعة برجين بس. كم راح يكون البرجين مداخل؟ إن شاء الله مدخلين. مدخلين، صحيح، إجابة صحيحة، وألف مبروك عليك، 50,000 ريال يمني. الله يبارك. رمضان كريم عليك وعلى أهلنا في لحج. معنا اتصال جديد، ألو مرحبا. وعليكم إن شاء الله. حياك الله. إذن اتصال جديد، ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم، الاسم الكريم؟ حافظ عبد الغني أحمد الفنجي. خالد؟ حازم. ما سمعت والله. مرة ثانية؟ حازم. حافظ. عبد الغني أحمد الفنجي. حافظ. حي الله حافظ. من فين تتكلم معنا يا حافظ؟ من فين؟ من تعز. من تعز، حي الله حافظ وأهلنا في تعز. إن شاء الله تكون فاهم أيضا. حافظ وفاهم. تابعت التقرير. حياك. والله تابعت بالأخير كذا قريب من عبد. إن شاء الله. مستعد للسؤال؟ مستعد إن شاء الله. إذن السؤال يقول: كل جانب من جوانب القلعة، قلعة صيرة نتحدث عن قلعة صيرة، يحتوي على عدة غرف. كم هي الغرف؟ هل 10 غرف، 4 غرف، أو 9 غرف؟ تابعت التقرير؟ 10 غرف، يعني الأخير آخر من هذا. تابعت التقرير؟ في آخر شيء تابعته؟ يعني آخر شيء. طيب هذه المعلومات اللي أجت في آخر التقرير كمان. أيوة. ركز معانا، كل جانب من جوانب القلعة، قلعة صيرة، يحتوي على عدة غرف. عدد الغرف، هل هو 10 غرف، 4 غرف، 9 غرف؟ أنا قلنا 10 غرف. ركز. يعيد لك السؤال، يعني إجابتك غلط ويعطي لك فرصة أخرى. خير الأمور أوسطها. يلا بنرجع لخير الأمور. 4 غرف. خير الأمور أوسطها. 4. إذن ألف مبروك، 50,000 ريال يا حافظ، ونتمنى لك أيضا ليلة سعيدة وشهر كريم إن شاء الله. اليوم أنت طيب وكريم زيادة. لازم الناس يزعلوا علينا. نأخذ اتصال آخر. مرحبا. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، من معنا؟ أهلاً قائد فرحان خالد. مرة ثانية اسمك لو سمحت. فهمي قائد فرحان خالد. فهمي من فين تكلمنا؟ أيوه من تعز. أهلا وسهلا فيك، من فين من تعز تحديدا؟ شرعب السلام. مين؟ شرعب السلام، أهلا وسهلا فيك. طيب فهمي، سؤالك يقول: على أي بحر تطل عدن؟ البحر الكاريبي، أو خليج عدن، أو البحر الميت؟ وراني عيد السؤال من فين. على أي بحر تطل مدينة عدن؟ تطل على البحر الكاريبي، أو خليج عدن، أو البحر الميت؟ سهلة جدا. البحر على خليج عدن إن شاء الله. صحيح، مين اللي كان وراك يغششك ويقول لك البحر الميت؟ عملنا شيء. ولا تعطيله ريال من الجائزة. تأخذ الجائزة لك لوحدك لأن الإجابة صحيحة. ألف مبروك، الإجابة خليج عدن، وربحت معنا 50,000 ريال. الله يبارك فيك. ألف مبروك عليك، شكرا على تواصلك معنا. ألو اتصال جديد. ألو اتصال جديد، ألو مرحبا. أسمع صوتي. ألو اتصال جديد، ألو مرحبا. فيزيهم. يا حي ويا سهلة. قويتو. أسمع صوتك، قل له يطفي التلفزيون. أسمع صوتي. أيوه. ألو تكلم، ألو السلام عليكم. غلق التلفزيون، اسمعنا. تكلم التلفزيون. ألو. أيوة، ألو مرحبا. أيوة معك. برنامج ليالي بلقيس.
الله. سلام عليكم. حياك الله وعليكم السلام. الاسم الكريم اخي. اسمك الكريم؟ صالح. صالح عبد الله مطهر. صالح مطهر. حياك الله يا صالح. من فين تتكلم يا صالح؟ من محافظة نعرب. من محافظة؟ من محافظة؟ مأرب. من محافظة مأرب. مأرب، حيا الله بصالح وبأهلنا في مأرب. صالح، صالح مطهر. صالح مطهر ولا يهمك، أبشع. حياك الله. تابعت التقرير يا صالح؟ مأرب، من محافظة مأرب. نعم، سمعتك. تابعت التقرير؟ عارف ايش موضوع الحلقة اليوم؟ مأرب. نعم، تابعت التقرير؟ ها. تقرير الحلقة، تابعت الحلقة من البداية؟ لا 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 لا. طيب لا تتوتر، الأمور طيبة إن شاء الله، بتفوز معنا. ركز مع السؤال، ركز مع السؤال. السؤال يقول في أي عام غادر؟ لا لا. نعم. طيب زرت عدن؟ لا. زرت عدن من قبل؟ لا لا ما زرت عدن. هذه المعلومة أخي إن شاء الله تزورها إن شاء الله بعد المعلومة هذه. تمام. إذن السؤال يقول في أي عام غادر الاحتلال البريطاني عدن؟ لا لا. طيب تمام تمام، لا تتوتر، أهم شيء لا تتوتر، بتفوز معنا أبشر. السؤال يقول، مستعد؟ أكرر لك السؤال، في أي عام غادر الاحتلال البريطاني عدن؟ في 67 45 1905. عيد الجلاء في أي عام؟ ثلاثين نوفمبر. يكلم المجموعة. يطلبوا خيارات. فيها في أحد يكلمه. أيوة. أعطيك خيارات. 67. إذن ألف ألف مبروك عليك يا صالح. 50,000 ريال ربحتها من برنامج ليالي بلقيس، ورمضان كريم عليك إن شاء الله. إذن نرجع معنا الفقرة الفوكس بوب من تعز أيضا، وسؤال أين تقع الرقبة؟ السلام عليكم. السلام. نعم انت بخير. انت بخير ان شاء الله. مالك كذا ضابح؟ الدنيا حق الله. والله. تضحكك. طيب ايش اسمك؟ نديم. نديم، اسمك حلو. بسألك سؤال ان شاء الله اذا قدرت تجاوب عليه بتكون احد الفائز معنا، او احد الفائزين معنا ان شاء الله. السؤال يقول فين تقع الرقبة؟ ايش؟ الرقبة. تقع في الظهر. وين تقع؟ طيب عارفين عليك؟ نوران. يا نوران معنا سؤال إذا عرفت تجاوبي عليه وبنجيب لك جائزة. مش عارفش. شوفي قربي. إذا قدك من البداية. شوفي إيش يقول السؤال. فين تقع الرقبة؟ إيش؟ الرقبة. في الوجه. تحت الرأس. إيش؟ فين تقع الرقبة؟ هنا. هنا. تحت الرأس. أخرى. المركبة على الرأس، الراكية على الرأس. ما تقع الرقبة على أن تقع الرقبة على الحنك الحلا. توام حقي ما عنش عاري. السؤال يقول فين تقع الرقبة؟ الرقبة تقع فوق العمود الفقري، فوق الصدر، فوق الصدر. خلاص. وتحت الرأس. السلام عليكم. السلام. عرفنا عليك. محمد عبد الرحمن. رمضان كريم. علينا وعليكم. معنا سؤال إن شاء الله توفق بالإجابة تكون أحد الفائزين. إن شاء الله. السؤال يقول فين تقع الرقبة؟ محافظة البيضاء. ما شاء الله عليك. مبروك، صفقوا له. إذا مبروك لمحمد عبد الرحمن قاسم، فائز بسؤال أين تقع الرقبة؟ وأين تقع الرقبة يا سالم مرة ثانية؟ تقع حيث ما وقعت على أنا مع اليمنيين. البيضاء يا سالم. متعاطف مع اللي معاه. البيضاء يا سالم. طيب البيضاء طبعا. ننتقل لأغنية، إيش ممكن تغني لنا كمان؟ في أغنية تتكلم على طيبة والحبيب المصطفى. جميل. ألحان وكلمات؟
ما أتذكر بالضبط هي الحلمن. أيوة. ولكن هي معروفة في الشام، هي تقريبا أغنية منتشرة في الشام، هي أغنية من مقطعين. أقول بسم الله. طيب محمد يا أبا الزهراء أرجو نظرة يا سيدي محمد يا أبا الزهراء أرجو نظرة أرى القبة الخضراء ليلا ونهار أرى القبة الخضراء ليلا ونهار شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي ملي إذا أخذوا لقلبي ملي إذا أخذوا لقلبي الله فتأدب في حماهم لا ولا تعشق سواهم فتأدب في حماهم لا ولا تعشق سواهم فهم هم الشفاء لقلبي فهم هم الشفاء لقلبي حياك الله محمد ايش هذا الاحساس ايش هذا الحضور سبحان الله اغنيه كل ما سمعنا اغنيه منك اكثر كل ما اطربتنا اكثر كل ما زاد احساسك اكثر مش عندنا مانع الله يسعدكم ايوه يعني الهوى عنده مانع لو راح اسالك على الموضوع الاحاسيس وعلاقه هذا الموضوع ان شاء الله بعد الاتصال فنان ايش رايك نستقبل اتصال طبيعي يلا اهلا وسهلا الو الو ألو مرحبا من معايا؟ علي مسعد صالح علي مسعد كيف حالك يا علي؟ الحمد لله رب العالمين إن شاء الله صوتك واضح كم مرة اتصلت لنا عشان وصلت الآن؟ ها؟ متى بدأت تتصل؟ لي 4 أيام 5 أيام
ما شاء الله بالنهاية وصلت في خامس يوم، محظوظ أنت كمان لو وصلت في خامس يوم. طيب تابعت الحلقة من البداية؟ إن شاء الله. كويس، لكني بسألك من برا على الحلقة، سؤالك من الثقافة العامة، سؤالك يقول الصهاريج هي أماكن لحفظ وتخزين، تعرف الصهاريج؟ نعم. طيب الصهاريج تستخدم لحفظ المياه أو الأكسجين أو البذور؟ الصهاريج زي الصهاريج اللي في الطويلة في كريتر في عدن، تستخدم لحفظ المياه أو الأكسجين أو البذور، هل تعرف وظيفة هذه الصهاريج؟ الصهاريج نعم نساعده. أيوة. إيش وظيفتها؟ تجمع المياه ولا الأكسجين ولا البذور؟ الماء سر الحياة. شو سالم؟ إن شاء الله يكون لقطها. وظيفة الصهاريج. سالم عارف إنك بتجاوب أصلاً، عارف إنك بتساعد. أكينا والله تخلص. باقي لنا 10 دقائق بنخلص. الصهاريج وظيفتها هل حفظ المياه أم الأكسجين أم البذور؟ هي عبارة عن خزانات مفتوحة. الخزانات إيش يكون فيها؟ لحفظ المياه. ألف مبروك عليك، 50,000 ريال. إذا مبروك عليك. شكرا على المشاركه معنا علي. اتصال جديد. الو مرحبا. ايوه كيف الحال اخي؟ تمام الله يفتح عليك. حياك الله، رمضان مبارك عليكم. عليكم عليك. الاسم الكريم؟ توفيق محمد علي مانع. توفيق محمد من اب قال ولا كيف؟ من فين تتصل؟ علي مانع من دينة خدير مع الله تعز. حياك الله من تعز، حيا الله بأهل تعز. مستعد للسؤال يا توفيق؟ أيوة. متفائل؟ دينة خدير محافظة تعز. تمام سمعتك من محافظة تعز. نعم توفيق. جاهز للسؤال؟ أيوة. طيب السؤال يقول، سؤال سهل إن شاء الله نفوز. أيوة ما أحتاج أنك حتى لو ما تابعت الحلقة إن شاء الله بتجاوب عليه. أين تقع محمية حوف؟ تعرف أين تقع محمية حوف؟ بالمهرة. بالمهرة. ألف مبروك عليك، ما يحتاج السؤال سهل. ألف مبروك عليك، 50,000 ريال يا توفيق. أيوة. شكرا على تواصلك معنا. وناخذ آخر اتصال في حلقة اليوم وفي سهرة اليوم. ألو، شوف من المحظوظ. السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. محمد علي. مين محمد علي؟ معاكم صدام محمد علي. صدام اهلا وسهلا صدام، فين تكلمنا؟ كلمتكم من محافظة لحج. من محافظة لحج، اهلا وسهلا فيك صدام. يقول سؤالك اي اقليم تشكله هذه المحافظات؟ اكيد بتجاوب من غير خيارات كمان. عدن ولحج وابين تتبع اي اقليم؟ الجند او عدن او سبأ؟ عدن. ألف مبروك عليك، إجابة صحيحة. عدن ولحج وأبين تنتمي إلى إقليم عدن. ألف مبروك عليك، 50,000 ريال. الله يبارك فيكم إن شاء الله. الله يسعدكم عليكم. الله يبارك فيك. والله في هناك شكوى يا فنان من حضرموت أن الاتصالات ما تمسك معهم. مبروك عليك، مع السلامة إن شاء الله. أنه في شكوى أن الاتصالات ما تمسك من حضرموت. نتمنى أهلنا في حضرموت وباقي المحافظات أن يحاول ويكرر الاتصال معنا، وإن شاء الله تتيسر أموره. مهم جدا كمان يقربوا يتصلوا بالثابت. حن العرق على قولهم. يتصلوا بالثابت أكثر مرة وكمان الجوالين المفتوحين. أيوة نعم. إذا نعود لفناننا الجميل محمد. محمد لو نسأل، هل الفنان يعني مرتبط نشاطه واندفاعه بالمناسبات؟ رمضان أجا يلا بغني رمضان، في مثلا حفلة يلا نغني للحفلة، في مناسبات وطنية أيا كانت المناسبات، هل هذا دافع الأساسي لأي فنان وأنت لك يا محمد، أم أن الموضوع مختلف؟ هو يعني ليس دافع أساسي، لكل شخص هدف في الحياة مثلا، فكل واحد يغني على ليلها يعني، لكن المناسبات هذه تأثر أكيد يعني. كلما استشعرت المناسبة وكان إحساسك عالي باستشعار قيمتها ومكانتها وقدسيتها،
اكيد يكون احساسك باللي تقدمه اعلى واكبر يعني، لان الفن مش خبيز تخبز الخبز زي ما طلعت، لا كلما كان احساسك عالي كلما كان اغانيك ناجحه. مثلا لو تكلمنا عن مشاهدين حتى عالميين يعني، لا. مثلا ماهر زين صوته صوت متواضع، ليش هذا مش هذاك الصوت القوي جدا يعني بالعرب الصوتيه واوا، ولكنه احساسه عالي في اللي يقدمه ويشعر بكل ما قدمه، لانه أيضاً دارس موسيقى. بالضبط هو دارس موسيقى وبنفس الوقت مع مع اعلى يعني المتخصصين في الجانب الفني الموسيقى. الى ذلك هو اغاني تشرح اللي عانى، هو انتقل من مرحله ما قبل الالتزام الى ما بعد الالتزام، فهو يشعر بكل اغنيه يغنيها في حب الرسول او حب الله. الالتزام بالضبط. فتره الالتزام اللي عاشها، فهو يشعر بكل ما يقوله. يا محمد خليني اعترض على جملتك انه يعني صوته متواضع، ربما تكون يعني هذا رأيك، لأنه بالنهاية صحيح. الجمال نسبي. أكيد أكيد. لا بس مقامك اللي أقصد الصوت. أيوة. اللي أقصد في أصوات جبارة، أنا أيضا صوتي متواضع وأغلب المشاهدين أصواتهم متواضعة، لكن في أصوات تكون متواضعة لكن إحساسها عالي تلاقي نجاح غير طبيعي، هذا اللي أقصده. لكن مثلا الأصوات القوية اللي في الغناء اللي مثلا صوت محمد عساف، الأصوات الجبلية اللي فيها العرب متمكن بشكل كبير جدا، هذا اللي أنا لو عندي صوت بهذا الإمكانية بشتغل على صوتي وبجتهد لأكون في مقدمة الصفوف، لكن أيضا أنا أشعر أن صوتي متواضع. نعم. عشان كذا مش مهتم كثير فيه. هل نقدر نسمع الآن يعني الأغنية الأخيرة إن شاء الله منك بس بشكل مختصر لضيق الوقت يعني؟ أكيد أكيد صحيح. إن شاء الله الشباب يعطيكم العافية شباب. هي بتكون هي أغنية صوفية تركية أيضا إن شاء الله، بحكم أن احنا في تركيا نحاول نقدم شيء جميل. بالضبط. موفق إن شاء الله. بسم الله. إذن ليالي بلقيس هي فصحى من الصفاء، نلتقيكم بها خلال ساعة ونصف كل يوم. إذن فنان نحن محكومون بالأمل، وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ، فحتما ستنجلي عن يمننا الحبيب هذه السحابة السوداء رغم كل ما يحيط بنا. نستودعكم الله أحبتنا في اليمن وخارجها، كما لا يسعنا إلا أن نقدم شكرنا الجزيل لضيوفنا هنا محمد النجدي وبقية الشباب. شكرا لكم، يعطيكم العافية. العافية. شكرا لاستضافتكم.